السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم. بحب أرحب فيكم من وين ما كنتوا معي بتتابعوني. اليوم عيد وإن شاء الله كل عام وأنتوا بخير، وجميع الأمة العربية والإسلامية إن شاء الله يكونوا بخير وينعاد على الجميع بالخير والبركة وهدات البال والمحبة يا الله. طبعا اليوم ما في أكل، ما في وصفات، في بس عنا شوية. طبعا رح أورجيكم ضيافة العيد، ضيافة خفيفة جدا وبسيطة، يعني شغلات متواجدة وبسيطة جدا، لأن احنا عنا العيد بأمريكا للمغتربين. طبعا بيختلف عن أجواء البلدان العربية، بيئة مختلفة، طبعا أجواء مختلفة، بس الحمد لله بنحاول قد ما نقدر إن نحس بالعيد، بنحسس أولادنا إن في فرحة عيد. طبعا اليوم الصبح صحينا طبعا بنشاط وجهزنا حالنا، نزلنا احنا اولادنا على صلاة العيد هون. طبعا في بيخصصوا كل عيد قاعة كبيرة في الاوتيل او اي قاعة بتكون كبيرة وواسعة، لان في جالية عربية ومسلمة هنا ما شاء الله اعداد بتزايد كل سنة، فبيخصصوا يوم العيد بيحجزوها. فطبعا الجميع اللي بده يعني بينزل هو وعائلته، بنصلي صلاة العيد، بنحس يعني نفرح أولادنا في أجواء العيد، بيشوفوا فرحة العيد وأجواء المسلمين طبعا، وطبعا بتكون كمان في خطبة وهيك، يعني أجواء حلوة والناس بتعايد على بعض الحمد لله. فطبعا هون بعد ما رجعنا من الصلاة رجعنا على بيوتنا وأفطرنا. طبعا طبعا لابد عن ان نحضر ضيافة، سواء يعني اجانا حدا او ما اجانا، إلنا لبيتنا لاولادنا اللي نحس بفرحة العيد ونحس ان في يوم مختلف يعني عن باقي الايام. طبعا العيد حلو دايما بناسه والحمد لله، يعني المغتربين بكون شوية صعب عليهم ان يعني اللي اهليهم في البلاد العربية وما في حدا من حواليهم بكون شوية صعب، بس الحمد لله بنكتفي بأولادنا والناس والأصحاب الموجودين هون الحمد لله رب العالمين. زي ما أنتوا شفتوا قطعت شوية فواكه، يعني فواكه الموجودة بالبيت، شوية برتقال، كيوي، فراولة، عنب، بركوك، يعني هيك عملنا جات فواكه خفيف يعني ولطيف. هذا أول شيء عملناه من ضيافة العيد. طبعا حلو الواحد نجهز لضيافة ونصفها طبعا، يعني اللي بده وقت ما بده الواحد يعني بحط بالصحن وبيتنكرش زي تسالي. طبعا ما ننسى المعمول والكعك اللي عملته معاكو قبل كم من يوم، ما شاء الله كان كثير طيب وطري. أهم شيء طبعا في العيد للضيافة، فالضيافة هي الكعك والمعمول، هذا لابد يعني لابد أن نعمله، معظم الناس بيعملوا. طبعا في أنواع بسكوت وأشياء تانية كثير، بس الكعك بتكون هيبته وبهجته أكتر بالعيد، بكون كمان أطيب. صفناهم بهذا الطبق طبعا، وزي ما حكيت لكم وقت التقديم بنرش رشة خفيفة من السكر الناعم إذا بتحبوا، يعني في ناس كمان ما بيحبوا يرش عليه سكر حسب يعني. فهيك صار عنا طبق الكعك والمعمول جاهز. طبعا وما ننسى كمان لابد من الشوكولاتة، طبعا شوكولاتة ما كنتش دايما متواجدة بالأعياد بالمناسبات. عندي كمان كنت عاملة بسكوت الكهوة لذيذ جدا، ليوم رح أعمله وأنزل الوصفة وأكتب لكم إياها بالدسكريبشن بوكس. إذا وصلتوا لهون ما تنسوني بلايكاتكم، تعليقاتكم الحلوة، وفعلوا الجرس واكبسوا على زر الإعجاب إذا عجبكم الفيديو. الفيديو خفيف جدا طبعا. جبت هذا الضيافة، صحن الضيافة. طبعا الأفضل دايما لما يكون عندنا صحن الضيافة إن ما نحط البسكوت على الصحن نفسه، يكون أحسن إذا بنفرد ورقة أو بنجيب صحن تاني بنحط البسكوت فيه. صفينا بسكوت الكهوة بهذا الشكل وهيك صار عنا جاهز. هيك الصحن الفواكه جاهز والكعك والبسكوت صار عنا جاهز. خلينا نشوف هلا شو كمان عنا ورح يطلع معانا. طبعا هون كمان
كنت مشتري شوية يعني مكسرات من عند المحل العربي، فطبعا جبت الصحون هدول راح أضيف فيهم المكسرات. هنا عندي مخلوطة، عندي هنا اللي هي ملبس بالقضامة يعني الملبس الملونة الحلوة طيبة هاي. عندي هون نوعين من البزر، في كمان نوع بس ما حطيت منه. هذا البزر النوعية هاي مش مالحة، للناس اللي بيشكوا من الضغط وبحبوا يعني ياكلوا بزر هذا النوعية ممتازة لإلهم وخفيفة. عندي كمان بزر بطيخ برضو ضفته. طبعا في بلاد العربية الأهالي بلفوا على خواتهم على بنات عمهم على يعني نسوان خمالهم على أمياتهم على العيلة يعني على الأقرباء، فبهذا الإشي بتعبهم كمان الله يعطيهم الصحة والعافية. طبعا إحنا المغتربين هون بنكتفي بس يعني بالتلفون الفيس تايم يعني الحمد لله رب العالمين. طبعا بنفتقد إن هذا الشيء يوم العيد، بس شو بدنا نعمل يعني خلاص الحمد لله تأقلمنا على الوضع، وإن شاء الله الله يعيده بالخير والبركة يا رب على الجميع. طبعا هون عندي مارشميلو، طبعا الأولاد الصغار بحبوا الشغلات هاي. هذا المارشميلو أنا كنت جايبيته من عند العربي حلال يعني، لأنه اللي بالأسواق الأمريكانية بكون في مادة حيوانية فما بنجيبه، فدايما بنجيب المارشميلو من المحل العربي. عملت كمان شاي ضفته بالسخان علشان يعني ما نضل نعمل شاي، اللي بده وقت ما بده يعني يعني بصب كاسة الشاي بضل سخن بالسخانات. كمان أنا بيعملوا قهوة سادة، أنا بصراحة ما عملت قهوة سادة نسيت أشتريها، فراح أعمل قهوة عربية عادية وأضيفها يعني وقت يعني كل ما أجي عندي يعني أضيف من قهوة عربية عادية. طبعا هنا حطينا السخان على صينية التقديم، طبعا جبنا كاسات الشاي برضو حطيناهم على نفس الصينية. طبعا الشوكولاتة الماكنتوش طبعا جبت في عند المضيفة هاي، رح أضيفها على المضيفة بتكون أحسن ما تضل بالعلبة. هاي الحبة الليلكية اللي جواها حبة البندق هي أكتر شي أنا بحبها بالنسبة لشوكولاتة الماكنتوش. طبعا هون رح أعمل قهوة، تقريبا خلصنا جميع الضيافة رتبتها، رح أعمل قهوة عربية اللي ولا أمي وجوزي كنا بالبيت، أولادي ما بيشربوا قهوة عربية، فطبعا هاي القهوة كنا جايبينها من محمص عربي طازة ما شاء الله ريحتها كثير كثير طيبة. ضفنا القهوة على المي بنحاول نحركها نحط المقدار المناسب. طبعا القهوة العربية بمجرد ما تغلى غليغتين خلاص بنشيلها عن النار، للناس اللي بحبوا الوش على فنجان القهوة لأن إذا غليت كثير بيروح الوش، فطبعا بنضل نحرك فيها. ما حطينا سكر، للناس اللي بحبوا سكر بفيهم يضيفوا يعني معلقة صغيرة إشي بسيط سكر، بس إحنا بنحب نشربها بدون سكر أطيب، بشوفها أطيب طبعا لشربين القهوة. لو هيك القهوة صارت عنا تقريبا جاهزة. القهوة العربية هاي أنا ما بحب أضيفها بالسخانة كمان، بس القهوة السادة أنا بحب أضيفها بالسخانة. فهاي القهوة بنحب نصبها على طول يعني من الغلاية ونصبها بالفنجان ما شاء الله ريحتها بتجنن. وفيديو اليوم كان قصير وإن شاء الله يا رب يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تعيدوني بلايكاتكم، وشكرا لكم لدعمكم، للناس اللي دايما بحطوا لي لايك، الناس اللي بعلقوا لي اللي بدعموني. طبعا في ناس كثير بشوفوا فيديوهاتي ما بعلقوا ولا بحطوا لي اشي، يعني لو سمحتم كل واحد يشوف الفيديو انه يكبس على اللايك اذا عجبه، واذا ما عجبه يحط لي ديسلايك مش مشكلة. وهاي كانت هيك صفينا على الطاولة، طبعا صفينا كل ضيافة بهذا الشكل.
هون طبعاً صبينا القهوة، فنجان القهوة كان بوقته طبعاً، كان طيب، كان يوم حلو، شفنا الناس، شفنا أحبابنا وعايدنا على الجميع تقريباً، يعني ما شاء الله. المفروض الفيديو هذا ينزل مبارح، بس كل ما أجي بدي أمنتجه الحمد لله يجيني تلفون فيفصل، فأجلته لليوم، فقررت إني أنزل لكم إياه اليوم بعد ما كنا حاكين مع الجميع ومخلصين كل التلفونات، فقررت إني أنزل لكم إياه اليوم. وأكيد مبارح كمان الكل كان مشغول، مش فاضيين يشوفوا فيديوهات ولا يشوفوا إشي، يحضروا إشي. اللهم صل على سيدنا محمد. إن شاء الله بشوفكم بالفيديو الجديد، وشكرا لكم لمتابعتكم، بحبكم في الله، وباي باي.